مهم تشوف الناس محتاجة ايه وانت هتلبيها لها الطريقة ازاي. صحيح. يعني في 100 مطعم اوكي، في 100 كافيه، في 100,000 حاجة بتعمل نفس الشيء. صحيح. ولكن كل حد عنده حاجة بيسميها اليونيك سيلينج بوينت او دي اللي متميز بيها بالظبط، الخلطة السرية. فانت لازم تخلق لنفسك حتة الخلطة السرية. انا لما انزل وسط الناس دي هكون متميز بيه، اللي هيخلي العميل ده ما يروحش المريان ويجي لمينا. اوكي، فدي اول حاجة لازم، هل فعلا الشيء اللي انت بتفكر فيه هيكون مختلف عن الحاجة اللي قبل كده ولا لا؟ لان خلينا متفقين ان احتياجات البشرية شبه واحدة، كنا بنحتاج ناكل، كنا بنحتاج نشرب، نتعلم الى اخره، بس احنا محتاجين حاجات بقى جنب ال... بالظبط. الدنيا بتتطور يعني. بدل ما كنت انا زمان بتعلم بالورقة والقلم، لا دلوقتي بقيت ممكن اتفرج على كورس وبرضه هوصل لنفس المعرفة اللي انا كان ممكن اكتسبها. صحيح. بدل ما انا كنت ممكن ادرس البكالوريوس في 4 سنين، بقينا بنلاقي دلوقتي جامعات بتدرس البكالوريوس في 2 سنين وفي 3 سنين. دي عندهم تكنولوجيا جديده، عندهم انوفيشن في الحته دي. صحيح. فبيسهل الامور شويه. فالاحتياجات شبه واحده، ولكن الحنكه بقى او الوظيفه بتاعتك، الحته اللي فيها الصنعه، انت ازاي هتلبي الاحتياج ده بطريقه مختلفه. يعني نلاقي مثلا زي بروجكت، مش عايزين نقول الاسامي انا عشان مبقاش دعايه، بقى طلع براندات كتير بقى، المدلعه والمشخلعه ومش عارف ايه، حاجات كتير قوي زي كده. تمام جدا. بس كلها حلوه بالظبط. بس عارف ازاي يجذب العميل، اللي هو يعني ممكن تبقى هو نفس البرودكت اصلا من زمن الزمن، ولكن هو عارف يحط التاتش بتاعه. صح. بالظبط. فدي يعني اول حاجه ان انت تبقى عندك شيء تعرف تكون متميز بيه. تاني حاجه ان انت ما تنزلش وسط يعني مش يعني بالبلدي كده، مع الدنيا السوق كله مليان وزحمه كتير وناس كتير واكله كل حاجه. انزل امتى؟ ما خلاص زي ما حضرتك قلت، طب ما هو الدنيا مليانه والسوق مليان، فين وقتي؟ ما هو يعني ما تروحش مثلا في شارع مليان 100,000 مطعم من 50 سنه. اختار مكان لسه جديد تعرف تنزل موجود فيه، تتعرف بسرعه. تمام. يعني ده اللي هي لو بنتكلم ببساطه جدا. طبعا في حاجات كتير يعني من حيث البيزنس والماركتنج بنبتدي نبص عليها، ولكن لو بنقول ببساطه عشان نبسط للمشاهدين، ان انت تكون متميز، تختار مكان تعرف تتعرف فيه بس بشكل بسيط جدا.